الخوارزمي هو محمد بن موسى الخوارزمي، عاصر المأمون وأقام في بغداد حيث ذاع اسمه وانتشر صيته بعدما برز في الفلك والرياضيات. اتصل بالخليفة المأمون الذي أكرمه وانتمى إلى بيت الحكمة وأصبح من العلماء الموثوق بهم. أنجز الخوارزمي معظم أبحاثه بين عامي 813 و833 ميلادياً في دار الحكمة التي أسسها الخليفة المأمون، حيث أن المأمون عينه على رأس خزانة كتبه وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتها. استفاد الخوارزمي من الكتب التي كانت متوافرة في خزانة المأمون، فدرس الرياضيات والجغرافيا والفلك والتاريخ، إضافة إلى إحاطته بالمعارف اليونانية والهندية، ونشر كل أعماله باللغة العربية التي كانت لغة العلم في ذلك العصر. الخوارزمي أول من فصل بين علمي الحساب والجبر، كما أنه أول من عالج الجبر بأسلوب منطقي علمي، حيث يعد الخوارزمي أحد أبرز العلماء العرب وأحد مشاهير العلم في العالم، إذ تعددت جوانب نبوغه، بالإضافة إلى أنه واضع أسس الجبر الحديث. ترك آثاراً مهمة في علم الفلك، وابتكر الخوارزمي مفهوم الخوارزمية في الرياضيات وعلم الحاسوب، وقام الخوارزمي بأعمال مهمة في حقول الجبر والمثلثات والفلك والجغرافيا ورسم الخرائط. يعد كتاب الجبر والمقابلة من أشهر كتب الخوارزمي.